بني هلال والداوودية الذين سمعتم عن مشكلتهم من يوم 2/4/2014. باشمهندس احمد السيد من بني هلال، باشمهندس حماده من بني هلال، عارف صيام من داوود، صلاح عبد النبي من ابناء داوود، وجئنا سويا لحضور هذا المؤتمر لأن ما مر علينا هي فاجعه غريبه على مجتمعنا الذي نعيش فيه من 50-60 سنة. إلا أن اللهو الخفي الذي حرق المجمع العلمي، الذي حرق جامعة الأزهر، وصل إلى أسوان بلد السلام، واختار مكاننا ليفعل ما كان يفعله. إلا أننا لن نستطيع أن نستغني عن بعض، وكل من توفى من هنا أو من هناك فهم شهداء، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من فعل هذا العمل فينا. فنحن الآن على قلب رجل واحد، وتحركت لجنة المصالحة في أسوان، وتواجدت كل هذه الوفود لمواساتنا في مشكلتنا. حمدا لله ساعدنا لجنة المصالحة، لأننا فوجئنا بما حدث لنا. نحن أهل السلام ومستقرين، ولكن حدثت هذه الفاجعة، وتحركت لجنة المصالحة، وتحرك السيد محلف، وتحرك الكل، والرأي العام تحدث كأننا إرهاب، ولكننا بعيدين كل البعد عن هذا. ومن هنا تجاوبنا مع لجنة المصالحة التي كانت برئاسة الشيخ أحمد الطيب رئيس الأزهر، والسيد المحافظ، وتعاوننا لأننا مشتاقين إلى البعض. هذا التعاون كاشتياق الطفل إلى ثدي أمه. لن نستطيع أن نعيش لأننا نعيش متلاحمين. فتابعنا ونفذنا كلام لجنة الصلح وتمام التمام. وتفضل الشيخ علي جمعة المفتي السابق بالتدخل أيضا وفي حل كل مشاكلنا. إلا أنني أريد أن ننوه أن اللهو الخفي وصل به الأمر أن من دفع إلى تحقيق الصلح، لأن الصلح بيحدث في قتيل أو قتيلين ياخد له 2-3 سنين، لكن لما يحصل 26 قتيل فجأة وفي خلال 4 أشهر بفضل الله أولا يتم الصلح، ويقدم لجنتي المصالحة من الداوودية والهلالية إلى محكمة الجنايات. هذا هو الغريب الذي نستغرب له إلى الآن، ونستعين بالأخت تهاني الجبالي والقانون أن يفسر لنا هذا العمل. وشكرا لسماعكم، والسلام عليكم.